السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في لعبة جديدة اسمها كورال آيلاند، جزيرة المرجان. هذه لعبة مزرعة، يعني زي البقية ألعاب المزرعة. أنا عارف إني كثرت عليكم ألعاب المزرعة، بس أنا مرة أحب ألعاب المزرعة. خلينا نشوف اللعبة هذه كيف ونحكم عليها. طيب إيش أختار؟ هذا لا بنت، هذا أنا رجال. أخذ هذا الرجال، ممتاز، حلو. نقول نيكست. ايش فيه كمان؟ والله اشياء كثيره تتغير. لا خليه زي ما هو. شعره هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا؟ شكله كذا كانه كوري. لا ما ينفع، خلي كذا. يلا ممتاز كذا، نيكست. نقول له ايش يلبس؟ اللبس حقه والله يا حلو اللبس، ولا هذا ولا هذا ولا كذا، ما انت داري ايش. والله الاخضر حلو، عشان المزارع خليه بالاخضر. يلا بسم الله. ايش اسمنا؟ اسمي زندار. زندار مستر ماني ميسيس. وايش اسم الفارم؟ كشكول. اسم المزرعة حقتي كشكول جيمر. طيب يلا خلاص كومبليت. طيب كالعادة انا جاي من جزيرة وجاي من مكان ثاني ورايح الجزيرة، زي العاب المزرعة كله. شوف انا قاعد هنا، شايفيني؟ هذا قاعد هنا يسوق فيها، ممتاز. طيب فين رايحين؟ ولا داري، كنا نلعب لعبة دينكم. وصلنا للشاطئ، وكالعادة مين انتظرنا؟ شكل المير. هذا دور ذهب، شايفين؟ هذا قاعد دور ذهب، وهذاك يلعب مع الكلب حق. والله مدينة شكلها مرة كبيرة. طيب كالعادة نجي عند العمدة. طيب قال لي بروح أوريك بيتك الجديد، عمدة المدينة أظن الماير. واو والله رسومات حلوة، حلو كذا الجو تحسه خطير. وبعدين اللعب يعني البيت مرسوم. إيه مين هذا؟ إيش بو حاطط عمة فوق راسك أنت يا أبو الشباب؟ طيب هذول عرفوا بنفسهم، هذا اسمها داينو جوكو، ما أنت داري والله أسامي يابانية، شكلها اللعبة يابانية. طيب هرجكم كثير، هذول هم النجارين أظن، سوالي البيت حقي، هذا البيت اللي سووه لي، شكرا شكرا. بيت معفن ومكسر وحالته عالة. شوف ايه عدت تقول والله بيتك معفن انت. طيب يقول فيك مكسر السقف، شوف السقف كيف مكسر، يقول ممكن يصلحوه، يقول والله ما كفت معاهم الاشياء، فانت يقول لك حيصلحوه لنا مجانا. يلا قالوا له مع السلامة، مع السلامة. قالوا البيت حقي فيه اخراق في السقف ومعفن ومكسر، قالوا ما يقدروا، ما غلق عندهم الخشب والحجار، فيقولوا جيبوا نحن حنسوي لك اياه مجانا. طيب هذا دحين يقول لي شوف هذا المكان. هذا المزرعة حقتي اللي قاعد ازرع فيها، حلو زي ستارديو فالي والالعاب الثانية. ايش منفجع؟ ليه انفجع حقي؟ اوف هذه المنطقة كلها حقتي وكلها خربة خرابة هذه. طيب انصدم انصدم. هذا الصندوق احبه، ترى بعض الالعاب ما يحطوا الصندوق هذا، خلاص تحط فيه الاشياء انت وهو يبيعها، تقوم الصباح بعدك الاشياء اللي حط لك اياها في الصندوق. خلاص يقول لي يا باك ترتاح اليوم، وداني بذور. ايوه لازم البذور والمعدات، حلو ممتاز. ايوه قال اذا تحتاج انا موجود. يلا مع السلامه. خلاص 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 هرجك كثير، خرج. شكرا جزيلا. انا ما عارف ليه اداني البيت هذا، ليه الحب يعني. اوكي شوف البيت الجربان. شوف البيت الجربان، الارضيه مكسره والجدران مكسره وحالته حاله، واداني مهمه اني ازرع 10 بذور واسقيها. طيب خلينا كمان، هذا في عندي مهمة ثانية ولا ما عندي مهمة ثانية؟ بس هذه ستارتنج اوت، حلو. خلينا نروح نشوف، نخرج شوف شوف البيت حقي كيف. طيب نخرج نخرج. جاتني رسالة في البريد، والله بس ايش رايكم في الرسومات؟ ها اي ام ترى مرة تحب العاب المزرعة، قولي لي ايش رايك. حتى مانو وتوست توست جيمر كمان اللي مرة يحب دمكم، ايش رايك في الرسمة؟ المشكلة انها يعني دائما اي ام تعلق تقول انه ما تدور، يعني ما هي 3D، لا هي 3D بس ما تدور، ثابتة الأشياء، بس حلوة بصراحة الإضاءة مرة حلوة. شوف هنا ايش فيه في البريد، النجارين يقولوا جيب 50 خشبة و20 حجرة ونكمل لك البيت الجربان حقي. طيب يلا حطه هنا، خلي يشوف يحط لك المهمات. يلا حط خلاص. طيب خلينا نسوي المهمة الأولى. المهمة الأولى ايش يقول لي؟ انه لازم أزرع 10 بذور. طيب هذه أظن هذه بالمحشة نحش أهلها الفايبر، ممتاز. وهذا ايش هذا؟ هذا لازم بالفاس عشان كسر خشب، حلو حلو ممتاز. ايوه كسر، يا سلام والله حلو تكسر شجر، شوفوا شوف كيف كسر الشجرة، تهتز. طلع طلع كل اللي عندك. اوه شايفين الانرجي فوق بالاخضر تنقص، شوف كيف كم. اوه 13 خشبة، حلو. كسر هذه، خلينا احنا عشان نبغى نزرع لازم نكسر الدنيا وننظفها. اول شيء نكسر الشجر، وبعدين نكسر الحجر، وبعدين نشيل الحشيش اللي في الارض ونزرع نزرع. يلا يلا كسر، حلو حلو ممتاز، حلو بصراحه اللعبه للان ممتعه للان. انا مبسوط بال حقه المزرعه، يعني شوف كيف اشياء، يا سلام
ممتاز. تبغى بس مكان نحن العشرة بذور، بس عشرة. حنسويها كم؟ حنسويها 4 × 3 ولا 4 × 4؟ خليها 4 × 4. حلو حلو. ايش هذه؟ هذه شكلها بذرة، ممتاز. او خلينا نشوف، نحط نقول ما ناخذ من اول واحد، ناخذ في الوسط كذا، نخلي هناك مجال. ايش رايكم نسوي 5 × 5؟ ويبغى 10 حبات، فخمسة في خمسة هي 1 2 3 4، خلي 5. طيب يعني حلو بصراحة، بصراحة التحكم رهيب وممتاز. اوكي هنا وهنا نحط. انا في العادة اوف ايش هذه؟ زبالة. اجمع الزبالة كمان. انا في العادة احط 3 × 3، بس هو طالب مني 10، فقلت خلينا اكبرها. 1 2 3 4، هنا 5. يلا غلق غلق من هنا، ممتاز ممتاز. هذه لازم اظن هنا، خلينا نحش هذه. ايوه نشيل، ممتاز. وناخذ الشجر. ترى الفيل شفتوه كيف مره كبير مره كبير. كسر هذا الشجر، لا تكسر. يلا طيحي طيحي طيحي. يلا اوبا اوبا. يلا خطيره خطيره. يلا حلو التكسير حلو، بس احس انه الفاس يبغى الاوف انفنتوري فول. ايش الانفنتوري هذه؟ واو شوف هذه، بس هذه انفنتوري والله. طيب 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 ايش يبغى لي كمان؟ يقول لي هذا جيب 50 خشبه و20 على الاقل. خلينا طيب خليني بس اسوي هنا. حلو الحين هذه 1 2 3 4 5، 5 × 5. ناخذ ايوه البذور ونزرعها. ايوه يا سلام، الزراعه رهيبه، الزراعه بسيطه. انا احب البساطه، احب بسرعه، ما يقعد يحوس. شوفوا كيف الحين انا قاعد ازرع ايش؟ فجل. قاعد ازرع فجل، غلقنا والله فجل ما يكفي. طيب نسقيه، الانرجي بتغلق. يا الله لا تغلق، لا تغلق علينا، لا تغلق الانرجي. تمام يلا شوف، بس البعيده ما اقدر اسقيها. لا والله يقدر، اظن هو 3 × 3 يقدر. ايش هذا؟ ايش غلقنا. المهمه ان نزرع 10، بعدين يقول هارفست يور فورست كروب، وبعدين هذه كم تيجي؟ كم يوم تقعد؟ تقعد كم يوم؟ ما قرينا كم يوم تقعد. طيب حلو ممتاز. هذا اللي عندنا البذور، ما عندنا بذور ثانيه. في بذور ثانيه؟ ما في. في بذور ثانيه؟ ما عندي بذور ثانيه. هذه ايش هذه؟ والله ما انت داري. هذه عشان نستخدمها في السماد شكله، وهذا عشان نزرعها. لا خلينا نروح للصندوق، خلينا نروح للصندوق. الاشياء اللي ما نحتاجها هذه والله حلاوه. لا ما ابغى الحلاوه، خذ بيع بيع بيع. نبغى هات فلوس، هات فلوس. الاشياء هذه نبيعها. حلو ممتاز ممتاز. كم سعرها؟ هذا سعرها شوف 2 8. يلا نبغى فلوس، نبغى فلوس. هذه ما يعرف سعرها، اظن لما تبيع اول مره ما تنعرف سعرها. طيب خلاص، هو ما تنباع الحين، تنباع في الصباح. احنا كم عندنا فلوس؟ 300. ممتاز. وشوف الشمس، موجود الشمس يوم مشمس، يعني يوم الاثنين اول يوم لنا في اللعبه، والساعه 11:30 عندهم في اللعبه. طيب لا تغلق الانرجي حقي، ابغى اجمع الاشياء عشان ابني فيها البيت. فانا عندي 34 خشبه، خليني اجيب الخشب اللي في الارض هذا. لا هنا هنا نبغى الخشب اللي في الارض. حلو كم وصلنا؟ 36. حلو هنا ممتاز. هذه والله كيف، لا ابغى خشب، خلينا الخشب دحين. والحجار، حتى الحجار والله نحتاج 20 حجره. حلو ممتاز. كم وصلنا؟ خلاص بقي لي حجار دحين، خليني اكسر حجار. حلو نبغى لنا 14 حجره. كل واحده اظن كم حجره تديني؟ تديني 2. شوف تديني 2 ولا كم تعطي؟ يلا خلاص قربنا قربنا. عشان كم الساعة؟ الساعة 12:30. حلو لسه نحن المزرعة، شفتوا قديش كبر؟ شوف الخريطة، واو هذه كل المزرعة حقتي على زرعها. بس ماني عارف بعدين في احد يساعدنا ولا لا. والله كان في عندي بديت اتعب، بديت اتعب. خليني اخذ الحلاوة اللي انا حطيتها، ارجع اخذها. فين حلاوتي؟ تعالي هنا. اظن لو اكلنا الحلاوه، كم تعطي الحلاوه؟ اوه تعطي 70 انرجي و20 هيلث. خذ كلها، لا كل حلاوه كلها. يا سلام ايش جاني؟ اوه طلعنا. حلو ممتاز. على الاقل نبغى نسوي بيتنا قبل ما ننام، في البيت المكسر المعفن حقي. باقي لي 4 حجار، اظن هذه نكسرها وهذه وخلاص. وصلنا كم؟ هذيك كسرناها ما طلع فيها حجر والله. طيب هذه شوف، هذه كبيرة. حلو كسر، كم تطلع؟ يا سلام. يلا لازم نروح نزوره. فين النجار؟
فين النجار؟ اوف هذا شكله، شوف شكله. طيب هنا بيته، طيب فين نختصر؟ نروح بيته، نروح له من هنا نطلع له. حلو ممتاز، يلا نروح نطلع نشوف يعني من هنا، وبعدين نلف يمين. ايش هذا المكان؟ هذا اقدر اضربه؟ والله ماني مزرعة الدجاج، ما ادري عارف حقت مين. طيب طلعنا مزرعة الدجاج من هنا، نلف يمين حنحصل النجار. حلو، هنا بيت النجار ولا فين؟ اظنه هنا فوق، لا تحت تحت تحت. يلا انزل له تحت، هذا بيته اظن النجار. يلا يلا البيت اللي بنيته لي اياه المعفن صلحوا لي اياه. اوف هنا هذا، اوف هذا يبيعوا اشياء، والله يبيعوا اشياء. ممتاز، حلو 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 حلو، في اشياء كثيره يبيعوها، وفي اشياء مقفله. لا ما ابغى اشتري، ابغى اسوي ابجريد. ابجريد اقول له طور بيتي. هذا تشوف البيت المكسر هذا، يبغى 20، يبغى 50 خشبه و20 حجره، وكان يبغى فلوس بلاش، قال بيسوي لي اياها بلاش. شوف هذه المرجانه، هذه هي الفلوس. عشان يجيب البرجان يستخدم الفلوس. يلا طور البيت يا حبيبي، طور البيت. طيب ايش بكم طوروا بيتي ولا لازم تكلم زوجها؟ جاء جوزة ابو عمه ما كيف لابسها. يلا 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 روح بيتي، اشتغلوا في بيتي، غلقوا لي اياه. يا سلام، ركبوا لي الدولاب. إيه انتم من شركه ايكيا ولا من فين؟ والله حطوا لي دولاب هنا كمان، ممتاز. ايوه ايش بيسوي؟ نظفوا نظفوا الارضيه. حلو مو خطيرين. بعد ايش قاعد يقع في الارض انتم مساكين؟ ما في والله بيتي ما في كراسي، حطوا لي تلفزيون. شوف لا تكسر التلفزيون، لا تكسره. والله تعبوا، حطوا لي دولاب وتلفزيون، ويا عينهم بنوا البيت حقي. اهم شيء الاخراق اللي في كان مكسر، انتوا فاكرين البيت كان مكسر. يقول لي دحين ترى اذا بتشتري اثاث عندنا اثاث، انا عارف انتم ما بنيتوا لي وجه الله، تبغون اشتري من عندكم. قالوا لي شغل التلفزيون حتحصل فيه اشياء مفيده في التلفزيون. اوف ما راضي يشتغل، قاعد تضربه التلفزيون شربان. قالوا يلا تبغى تشتري اثاث، نحن ترى بيتنا فيه اثاث، انا عارف انه بتبيعوا لي انتم. انا قاهرني التلفزيون، خليني اشغله. كيف اوه شوف كيف حتصير فارمر، كيف ويذر، كيف حيكون الجو بكره مثلا، زي قلته. خلاص التلفزيون، اقول نحن نرجع حقتنا تعبانه، خلينا ننام ننام. يلا نام. يا سلام، هذا اليوم الاول غلق. شوف الاشياء اللي بعناها هنا، 38 مرجانه. حلو، شوف فلوس 300 الحين حتنضاف عليها. يا سلام، طحينا اليوم الثاني، نطلع نطلع. يا سلام، مره خطير الجو، مره عاجبني الجو. شوف الساعة 6 صباحا والدنيا مشمسة، وهذه فلوسي 338 اخذناها. وفي عندي كمان رسالة، شوف الرسالة. يقول لك عنده هذا سام يطور لي الشنطة، والله مهمة الشنطة بس يبغى 500. فين لي 500؟ انا فقران لسه ما عندي شيء. اول شيء نسويه كل صباح نسقي الزرع حقنا عشان يطلع. اظن كم يوم يبغاله، اظن ماني عارف والله، ما قريت كم يوم يبغاله، لانه عندي المهمة اني لازم اسوي احصدها. لازم مهمه اني احصدها، عندي في المهمه شيئتين، اني احصدها واني ازور المحل حق سام. سام قال يبيع شنطه، يوسع لي الشنطه. الشنطه حقتي مره صغيره، شوف كم بس هذه، مره 1 2 3 4 5، هي فوق 10 وتحت 5، مره صغيره الشنطه. اوكي طيب، نحن يبغانا والله نجيب اشياء ثانيه نزرعها. طيب هذه ايش هذه الاشياء؟ لحظه، هذه يتنظف الحشيش، ممتاز. يو خلينا ننظفه. حلو، ابغى الدنيا ايش. هذا يتكسر، شوف ايش هي. زباله، يلا جنبع بالزباله، جنبع جنبع الزباله، ممتازه خطيره تنفعنا. حلو، يلا يلا كسر كسر. يا سلام يا سلام، رهيبه رهيبه. طيب الشجره هذه اظن لازم نكسر الشجره هذه، لازم نصحر. يا طيف يا طيف، لازم نصحر الدنيا، نحن بنصحر ويعني بنزرع، شايف؟ يلا كسر 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 كسر، والله مره يطول. يبغالي اطور الفاس، الفاس لازم اطوره. حلو ممتاز، وهذه الشجره الصغيره بتكبر، ما اخليك تكبري اصلا، اكسرك انا. طيب هذه الحجاره هنا، يلا كسرها. لا ايش هذا؟ كسر كسر. حلو هنا، طيب خلاص اظن. شوف والله هذه لازم، المشكله ما ابغى اغير الانرجي عندي. يقول لك اوبر جورنا عشان تاخذ الكليم حقك ريورد، هذه عشان غلقناها في مكافأة 100 مرجانة. حلو، صرنا 438، لو عندنا بس شوية نشتري فيها شنطة، نوسع الشنطة حقتنا، لأنه الشنطة بصراحة مرة صغيرة. إيش الصندوق هذا؟ أوه حلو، إيش يقول لك؟ وديها للحداد عشان يقدر إيش؟ عشان فيها كنز يفتحها لك. طيب طيب رهيب رهيب، خلينا نروح نشوف الحداد فين مكانه؟ أنا ماني عارف
فين مكان الأشياء؟ هذا مين هنا؟ أوه هذا هذه هنا النجار. أوكي والله مدينة مرة كبيرة. شوف هذه كلها إيش الاستفهامات هذول. هذا سام، هذا محل سام، يقولك مفتوح يفتح الساعة 9. حلو. طيب فين النجار؟ ما في مكان نبغى. هذا مين؟ إيما ولا فين بلاك سميث؟ هذا الحداد يقولك افتح الساعة 9. طيب نروح للسام، للمحل حق سام، ونروح للحداد. انا المكان اللي اروحه اول مره حوريكم كيف نوصل له، بس بعدين اختصر لكم يعني اقطع لكم. ايش هذه؟ حلو. انفنتوري فول. اوه والله عندي. ايش هذه؟ من فين جات؟ ماربل سيد وعندي زبال. لازم افضي، لازم نحط هنا في الصندوق، نحط بعض الاشياء، نفضي شويه من هذه الاشياء. واصلا كذا كذا وانا احتاج ايش؟ خلاص خذ الحلاوه، خذ الحلاوه. هذه 15، هذه خذ هذه و11 11 خذ يا كله 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 كله. ممتاز. وهذا الفايبر 2. جمع فلوس، نحتاج فلوس، بس المشكله فلوس ما يدوك اياها الان، يديكم اياها بعدين. الخشب نحتاج ولا اقول لك خذ الخشب كله؟ يلا جيب فلوس وخذ الحجره وخذ هذه. يلا نبغى فلوس نحن. ممتاز. يلا شوف اصلا اللعبه. لحظه فين انفنتوري؟ هذا الانفنتوري هنا. في شايف اشياء؟ هذه وصفات كوستات، هذا كوستات. حلو. هذه كرافتنج. اوه اقدر اسوي كرافتنج لاشياء. مثلا هذا اسوي صندوق. والله لازم اسوي صندوق، لازم اسوي صندوق. كم يبغى لي خشبه؟ بعت خشبه، بعت انا ولا موجوده هنا؟ خلينا نشوف وراحت ولا لا. يلا كم؟ لا مو هنا، هنا كم خشب؟ والله جيب الخشبه. يلا نسوي كرافتنج. كرافتنج. حلو هنا. ايوه ايش نبغى نسوي؟ الصندوق. بقي لي خشبتين، نجيب الخشبتين يا حبيبي ونسوي صندوق مهم، نحط فيه الأشياء المهمة ونفضي كمان من الشنطة. شنطة عندي مليانة مليانة. شوف كيف يكسر أحسه. يلا حلو حلو ممتاز. يلا سوي الصندوق. والله هذه طرق، الطرق أنا مرة أحبها ترى. طيب سوينا صندوق. يا سلام. فين نحطه يعني؟ يقول لك تحطه فين؟ فين تحط الصندوق؟ لازم نحطه. أيوة نحطه هنا عندنا يعني في هذا المكان. حلو. ايش يا سلام، نقدر نحط فيه الاشياء اللي ما نحتاجها زي الخشب، نحتاجه ونخليه بعدين نستخدمه. طيب لا هذا بنروح عند الحداد. اوكي خلينا دحين نروح للمتجر سام، لانه مطلوب مني اني ازوره من المهمة، وبروح كمان للحداد عشان يفتح لي الصندوق. وزي ما قلت لكم انا اول شيء اول محل اروح له اوريكم اياه، بعدين خلاص نختصر يعني اقطع لكم في الحلقات. فهنا مكتوب المزرعة حقتنا هنا والمدينة هنا، وتحت في دايفنج اظن سباحة ولا ما نعرف. مين هذا؟ مين مين مين؟ يا بيتي اسمها؟ المهم بيتي، ميت بيتي اظن. كل واحد قابله يقول لك ميت فلان. ممتاز. ايوه جينا. هذه ايش هذه؟ هذا نجمعها. ايش ايش فائدتها؟ ايش فائدتها؟ اه هذه لو اكلناها تدينا 18 انرجي و16 هيلث. اصلا كل شيء في الحياه نبيعه. هذه مين؟ هذه اريكا اسمها. يلا قابلنا اريكا. ومين هذه؟ خليني اعرف عليهم. فالنتينا اسمها. فالنتينا حلو اسمها. وتقدر تعطيها جفت. اها تدي هدايا اظن. هذه مين؟ اليس. هذه شكلها محترم صراحه، يعني كلهم اشكالهم غريبه. قابلنا اليس. فين فين المحل؟ هنا المحل هي تحت. طيب نجي هنا. خذ التوليب هذه، خذها. شكلها حبيع الورود هذه، يمكن اخذ فيها فلوس. انا في البدايه احتاج فلوس. طيب هذا ايش عنده هنا؟ سام. طيب هذا اظنه سام، هذا العمده. شوف كيف شكله. والله انت والورده حقتك هذه تضحك. طيب العمده اداني مهمه وقال لي قابل 30 شخص في المدينه. واو والله كثير شخص، 30 شخص. طيب فين فين المهمات هنا؟ احط عليها ايوه. شوف نيو، احط عليه تراكنج. لازم اقابل 30، انا ما قابلت الا 8 يعني. هذا هذا عين 8 اكلمه. اسمه نوح، نوح اسمه. 9 صاروا. وهذه الخبازة والله شوف شوف كيف والله خطير، بحط الخبز. اسمها ايفا. حلو. قابلنا 10 الحين، نبغى لنا 30. طيب حطي ايوه. بيع بيع. تبيع انت ولا؟ اوه والاسبكت والله ما في. هذا يقول لي ابيع لك البذور. شوف هذا الشوب هنا يبيع بذور. شوف استنى 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 ايش يبيع كمان؟ شوب ابجريد الباك بس 500 ايزي، بس رخيصة الديزي. البطاطس 25. اوه اوه هذه الملفوف 70. والله ما ادري. لا لا اقول لك اقول لك لا خلينا ناخذ بطاطس، ناخذ بطاطس. كم ناخذ؟ ناخذ 5 بطاطس. طيب وناخذ كمان جزر، ناخذ 5 جزر. راحت فلوسك يا صابر، راحت فلوسك. طيب خلاص يعني جات على
بس شكلها هذه واحدة ما أقدر أشتري إلا واحدة. طيب إيش بطاطس؟ نأخذ كمان بطاطس. بطاطس حلوة بصراحة، والله اشتهيت البطاطس. هذه عند الملفوف، خلينا نأخذ 100 ديز ورد. يلا والله اشترينا بذور هذا كله، حنروح نزرعها اليوم إن شاء الله بإذن الله. طيب أبى أروح عند الحداد، خلاص هذا عرفنا. شوفوا مكانه، أنا مكاني هنا، فين مكاني؟ أنا هنا بيتي. يطول طوالي حتحصل إيش المحل حق سام، في ثلاثة ساكنين في المحل أظن هنا. شوف القلوب إيه وبيبول، هذول الناس اللي اكتشفتهم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زي ما، وكل واحد عنده قلوب وكم هدية. أيوة حلو حلو ممتاز، حلو حلو يعني ممتاز. الحين خلينا نروح للحداد. الحداد زي ما قلنا فين كان موجود؟ هنا هنا فوق، يعني نطلع كده طوال ونخش إيش ونخش يسار. وزي ما قلت لكم أول محلات أنا حوريكم إياها مشي، وبعدين أنا بصراحة شكلي حكمل فيها سلسلة. اللعبة للآن عجبتني، حاسة إنها حلوة، فشكلي والله أعلم حمشي فيها سلسلة من من السلاسل اللي قاعد أنزلها لكم. شوف مكتوب بلاك سميث أوبن، مفتوح كمان. حلو يا أبو الشباب، كيف حالك؟ افتح لي، جبت لك صندوق أبغاك تفتح. لا يكون يبغى فلوس عشان يفتح الصندوق. إيوه هذا هذا الصندوق يبغى 20. أوه 20 ما عندي شيء، أنا غلطتي إني ما هذا. خلاص ما في مشكلة، خلاص نرجع البيت، نرجع البيت الحين. شايفين هذا خريطة أنا هنا، نرجع البيت سريع، ما في تليبورت. شوف بيت أنا هنا، بس خلاص عرفنا الطريق إنه من هنا نمشي، وممكن نمشي من اليسار. طيب يلا يلا نرجع البيت. أوه هذول إيش يسووا؟ كونستركشن هنا، إيش قاعد يبنوا؟ إيش قاعد يبنوا؟ أنا راجع الطريق شفتهم هنا قريبين عند الحداد. شوف هذا المكان قاعدين أظن يبنوا شيء. شوف لسه، شوف هنا الحداد كان، إحنا هنا. أبو الشباب كيف حالك؟ ديريك اسمه، والله ما نعرف يعني 11 بين ثلاثة، شكلهم هنا بيبنوا شيء. شوف الاسمنت وشغالين. يلا نرجع نرجع. هذا نحن قابلناه ولا لا؟ راندي، لا ما قابلناه. حلو حلو، يلا أخذنا 12 من 30. يلا ماشيين. هذول البذور الصغار شفناهم، أوليفر زيتونة، لا مو أوليفر ذيك، وأرشا الثين. يلا تعرفنا على الاثنين، كم صاروا؟ 14 تقريبا. هذه هذه تعرفنا عليها يا زوي، تعرفنا على 15، يعني نص القرية. ماني عارف هم 30 كل قرية ولا بس يبغالي اتعرف على 30، نشوف. طيب وصلنا مزرعة حقتي، انا اشوف انه المرشة حقتي بتغلق. لا خلينا نعبيها، صح نعبي المرشة حقتنا. هذه هذه سقيناها ولا ما سقيناها اليوم؟ شوف سقيتها سقيتها، ايش بي انا ايش بي. طيب نحط الجزر، خلينا نحط جزر. ايوه هنا انا مرة عجبتني الزراعة، بسيطة جدا. بعدين نحط هذه غالية، هذه غالية بصراحة. حلو، ونخلي هنا ايش؟ يا سلام، تمام. ابغى اسوي هنا 5 × 5 ثانية، 1 2 3 ممتاز، سوينا 5 ثانية دحين. خلينا نزرع ايش؟ البطاطس. حلو، شوف ثلاثة، شوف لما ابغى هنا والله يمشي، بس هنا يمشي والله حلو. هو اظن يمشي 3 × 3 حواليني، صح؟ غلقت البطاطس، غلقت البطاطس وغلقت كل شيء. طيب يلا نسقيهم، نسقيهم كذا شوف بسيط السقي بصراحة. شوف طيب انا شفت اول طرق، خلينا بس يبغى احجار، الطرق يبغى لها احجار. خلينا نشوف ننظف هذه هنا ومنها ننظف. خلينا نشوف الحجر هذه كمان، ناخذها كسرها ونسوي كرافتنج للطرق. احب الطرق، انا احب الطرق. فين؟ يا سلام، سوي كرافتنج. ايوه ايوه، حط ستون هنا موجوده. يا ايوه واحده بس بس حلو الطرق، حلو كي تديك منظر حضاري جميل. فخلينا نحط طرق، ممتاز. مع انه والله شكل الحجاره ذي احتاجها، وممكن اسوي طرق خشبيه، ترى شايف طرق خشبيه وشايف طرق ايش حجريه. خلينا ناخذ حجار، ممتاز. نسوي نسوي زياده طرق، يا سلام. حط، حلو. طيب ما اقدر اسوي، ايوه حلو، ما قدرت اسوي الا ثلاثه. طيب نشوف، خلي المكان حقنا يصير رهيب ان شاء الله باذن الله، اصحر لكم الدنيا دي كله ولا كيف يا طيف؟ طيب اظن خلاص ما اقدر نسوي شيء. الصندوق حق هذا ايش فيه؟ خلينا نحط الخشب الثاني، وخلينا نحط الاشياء اللي نحتاجها، والورده نحطها هنا مع الاشياء الثانيه عشان تنباع. هذا قال يبغى لي 20 جولد عشان افتحه. يلا خلينا ننام، والصباح رباح. يا سلام، اخذنا 30 مرجانه من الفارمنج و71 من الفورجنج. حلو ممتاز. طيب في شيء ابغى اشوف، وانا شايف هنا في اشياء ماستري. اها هذا الشغل الحلو، شوف عشان فارمنج قام يطلع ليفل في الفارمنج، وهذا يطلع في الفورجنج، في وهذا في الرانشنج، وكل شيء في الفلات. حلو، وفي سكلات، هذا شغل لذيذ.
طيب اليوم ممطر يا حلاوة، يعني ما أسقي، أحب المطر، أنا أحب المطر. إيش في رسالة؟ يقول لك يقول تعال عندي البيتش شاك، في هدية عنده. يلا خلينا نروح أشوف هذا طلبني، نروح نشوف. طيب خلاص هنا ما نحتاج نزرع ولا نحتاج شيء، ناخذ هذه الخشبة بس ننظف، لأنه مع الوقت حننظف هذه المنطقة الكبيرة كلها حننظفها إن شاء الله بإذن الله. خليه بس هذا، لا هذا بالمعول، هذا بالمعول حلو، ونسوي لنا طريق كذا شوية شوية عشان ما نحس بال يا سلام حلو. هيا خذ الطريق، ممتاز يا سلام. ها صار عندنا طريق. هذه ايش؟ هذه مويه عشان المطر صح؟ عشان المطر مويه خطيره الحركه هذه. طيب نروح ل يقول لك مر هنا، ايوه شوف هذا بيت شاك هنا يبغاني، قال عنده هديه. يفتح الساعه 9 يعني اول مره حنروح للمحل هذا، فنحن حنختصر الطريق بعد ثاني مره. مو هنا هذا، لا والله ممكن نمشي من هنا. لا لا مقفل، مقفل الطريق. مقفل ولا مفتوح؟ اكتشف يا حبيبي اكتشف. ايوه لا مفتوح والله، ايوه لما نحن نروح يمين. حلو حلو، شوف وسط النهر رهيب المكان. ها تعال تعال انا بكلمك، ابغى 30 نفر اكلمهم. انت مين؟ اسمها جج. اوه هذه قاضية، الله يستر. لا معليش 16 واحد قابلنا، ممتاز. شوف شوف في وردة هنا، ايش هذه؟ دوار شمس هذه رهيبة. طيب نمشي هنا وناخذ اذا في اشياء، ما نخلي شيء في الدنيا نصفرها تصفير. هنا ايش حنطلع؟ لا ما ابغى اطلع هنا، بروح للمكان اللي تحت. اها مكان هنا لازم نجيله من تحت. حلو خذ هذه، ايش هذه؟ ورده. شيل والله ما انا عارف ايش قاعد اشيل انا، كانولا هذه كانولا. حلو ممتاز، يلا اطلع من هنا. يقول لك من هنا البيتش، حنروح للشاطئ. وهذه ايش؟ صدفه. ايوه شويه شويه حيقول لك والله ما اقدر اشيل، ما اقدر اشيل. ابو الشباب تعال تعال تعال. إليونا طيب أصلا يقولك ما يفتح إلا الساعة 9، فما أقدر أخش المحل هنا. بس في يا سلام، شوف الزبائن هذه أقدر أخذها كذا صح؟ لا أتذكر عندي بس حلو. ليه ما رضيت تخش؟ لا ممتاز ممتاز. طيب يلا كسر هذه، كسرها وكسر، خذ زبالة على قد ما تقدر. يلا هذا ما فتحه، باقي 20 دقيقة عشان يفتحوا الباب. ايش هذه؟ كيف اشغل خذها؟ تعالي كيف امسكها؟ لازم شيء اصيده زي دنكم، لازم يكون عندي شبكة ولا شيء. طيب نطلع لازم نستنى 9 فتح، ممتاز. هذول اثنين يعني كم حيكون عندنا قابلنا؟ هذا قاعد يتكلمون، قاعدون على كرسي، خلوني اقعد على كرسي. اوكي يلا ايش بتعطوني هدية؟ قدوني الهدية حقتكم هرجكم كثير. ايوه هاتوا، يا سلام عليكم. بيدوني صنارة، قالوا انا احب الاشياء هذه صنارة. ايوه وش ادوني شيء ثاني كمان؟ اوهو الشيء الثاني ما قدروا، قال راح للبريد. طيب حلو عندي فلوس دحين، خليني اروح لمين؟ خليني اروح للحداد. يلا جينا لك حداد، كنا امس مفلسين ما عندنا شيء، دحين عندنا فلوس. افتح، ايوه افتح الصندوق هذا، يبغى 20 عندي 119. حلو حطوا كبة، ايش طلع لي منه؟ ايش هذا؟ والله ماني عارف هذا الاشياء ابيعها ولا خليها عندي، ما يسوي لي شيء ثاني ماني عارف ليه. هذا مين هذا؟ يلا هذا قبيل جديد. يلا 21 باقي لي 9، قابل 9 حلو. يلا مشي مشي نرجع للمزرعه. ايش هذه الزباله؟ ايش طلع لي وسابي؟ قاعد ادور في الزباله. يلا مين هذه؟ مين هذه؟ هذا شكله ممرضه صح؟ مين؟ والله عرفت من لبسها. طيب هذا شكلها مرضى من الدكتورة، بس ليه حاطة علق كذا بمرة؟ شكلك مشوهك. حلو يلا بقي لي 8. يا سلام خلاص رجعنا هنا. ايش في عندي في الصندوق؟ اول شيء استنى قبل، قال لي هذاك بيرسل لي هنا. خلينا ايش نحط؟ هذه اظن مهمة، والخشب هذا برضو مهم. اوكي فهنا قال لي هو اعطاني، ايوه شوف هذه ما قدر يعديني اياها هناك. طيب خذها خذها، ممتاز اخذتها. حلو هذه اظن اصيد فيها الحشرات، وهذه اصيد سمك. خليني اصيد سمك، انا ما اصيد سمك. يلا حلو حلو، ايوه 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 نجرب صيد السمك. طيب دحين ضغطنا بالكليك، ضغطنا يقول لك استنى حتى تجي السمكه. فين السمكه؟ تستنى. يلا اخيرا طلع السمكه، قعدت استنى. يا الله ايوه 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 اضغط. ايوه حلو، شوف السمكه قاعد تمشي. السمك لا اذا بتعافص اتركها.
حلو 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 حلو، يلا وصلنا الصح. اتعافص اتركها. حلو 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 حلو. ايوه الصيد ابوه، ايش هذا قنبري خطير والله. طيب اتابع لك تفتح الجورنال نح. هذه توريك ايش الاشياء اللي صدناها. بس ليه ما حط القنبريه شرمب؟ الا في شرمب. طيب خلينا كمان نصيد ثاني. شوف نصيد بس في وسط البحيره. هاي انت كنت تستنى سنه عشان تجي السمكه، اخيرا طلعت السمكه. ما يصير ما يصير. كلي 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 بصراحه الصيد حلو حلو. اضغط 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 اضغط. اهم شيء لا يتقطع السلك، لا يتقطع. ايوه اصبر، لا يتقطع السلك. ايوه ايوه خليها لا ترفس رفت. ايوه وصلت وصلت وصلت. لا يا سلام، مش هذه شرمب كمان؟ شكل المكان هذا حق شرمب. يبغى ادور في مكان ثاني، اصيد في مكان ثاني. بس خلينا احط الاشياء اللي هنا. احط هذه واحط هذه وهذه. نبغى فلوس، نبغى فلوس. اقول لك حتى الزباله شيلها، شيل شيل شيل. نبغى فلوس. حلو، خلينا نصيد في الجهه الثانيه، يمكن يطلع لي شيء غير الجمبري. هنا ما في شيء. فين البحر؟ ما في شيء الا في بحيره هنا. اظن اللي عند بيتنا ذاك كله جمبري. لا حينقطع الحبل كامل. شوفوا انتبهوا انتبهوا. ممتع الصيد. حلو، ايش هذا جمبري برضو؟ قرضو جمبري. ايش هذا البيت حقي انا؟ ما في الا مزارع جمبري. اقول لك خلاص نروح ننام، نروح ننام يلا. هذا المكان هنا ايش نسوي فيه؟ من تداري ايش هو؟ نوما هنيئا. جو تو بيت. ممتاز. شوف والله فلوس، فلوس قامت تجري عندنا. يلا خذوا هذا الفورجنج 213. حلو، نيو دي. تمام، هذا اليوم الرابع مشمس، يعني حنزرع 390 فلوس. نبغى 500 عشان الشنطه. والله مره الجو كذا لما اخرج على منظر الغروب هذا مره رهيب. اوف اوف، سرقت الاكل حق الغراب. بيقول لك سوي ايش؟ سوي خيال مآتة، سوي خيال مآتة. الله من فين اسوي؟ استني لحظة، ايش يبغاله؟ خيال المآتة هنا كرافتينج. ما عندي خيال مآتة، كيف اسوي؟ ما عندي خيال مآتة. يلا اسقي اسقي، خلي امي نسقوا. طيب شوف والله قهرتني ان اكلت هذه. من فين اجيب من فين اجيب الخيال المآتة؟ كيف اسويه؟ يقول لي سويه وانا قاعد ما عندي الوصفة حقته. خليني اروح اشتري من عند سام، اشتري من عنده بذور. ايش هذا؟ هذا المكان اللي كان ينصنع امس. ايش بهم الناس متجمعين هنا؟ اللي كان امس في التجمع. اوه ايش بهم زعلانين؟ شوف كلهم زعلانين وصحقوا، وهذا قاعد يصورهم. ايش مكتوب هنا؟ والله ما انت داري ايش بيسووا. هذه ايش بها؟ شكلها شريرة هذه. طيب العمدة يقول لهم هدوا بعض، هذه يبغوا يسووا. طيب والله زعلوا، والله زعلوا. هذه تبغى تحفر هنا تدور على البترول، ويقول لك لا تخرب الطبيعة حقتنا. والله انا شكل هذه شريرة اصلا. ايوه ايش بجات قربت مني؟ ايش تبغى؟ ايش تبغى؟ تقول لي زندار؟ ايوه انا زندار. يقول انا اعرفك، انا ما اعرفك بصراحة يعني بسلامتك. تقول لي انا صاحبة الشركة اظنها، وانها يقول لك ان الجزيرة بتموت وانا بساعدهم. ايش الجزيرة بتموت؟ والله شكلها بتحفر الدنيا دي كلها، شكل شريرة. كلمتهم هذول كلهم، بحاول اكلمهم كله. اجيم كلمته. ايوه هذه البنت ما كلمتها. ايميلي ايميلي حرمه كلمتها. يلا باقي لي اربعه بس، اربعه. حلو خش عند سام. يلا جات الساعه 9، دخلنا. يلا يا سام نبغى بذور يا سام. يلا اعطينا بطاطس، انا احس البطاطس حجيب لي فلوس، احس البطاطس حجيب لي فلوس. حلو خلاص ممتاز. شوف هذه الدوره الذهب، تعالي تعالي تعالي. يلا هذا جديد، باقي لنا ثلاثه بس، ثلاثه. هذه مين كلمناها ولا ما كلمناها؟ تعالي بنت الناس، هذه اللي كانت تصور. ميسي اسمها. كم باقي لنا؟ اثنين. يا سلام. طيب خلينا اكمل ازرع بطاطس هنا وهنا وهنا. يا سلام، حط 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 حط. هذه حجيب لي فلوس بعدين، الزراعه هذه كلها فلوس. اوف خلقت البطاطس. طيب يلا خلينا اسقيهم. يلا بسم الله. حلو خلاص خلقنا الحين سقي. خلينا نحط الاشياء نقدر نبيعها. والله ما عندنا اشياء هذه. يلا بيع بيع بيع. يلا ننام اظن خلاص. باقي لنا اثنين نقابلهم ونغلق المهمه هذه، وهذه تطلع وتغلق المهمه الثانيه. يلا ننام. طلعنا ليفل، يا سلام، في الفورجينج طلعنا واخذنا سكيل بوينت، وزادت معانا الماكسيمم انرجي 1. حلو ممتاز. شوفوا وكمان اخذنا فلوس ونبدا اليوم الجديد. اوف طلعت لي ريسيبي ثانيه حقت الحلاوه هذه، كيف اسويها؟ كانديد تريد سيد. فين كيف اسويها هذه؟ كيف اسويها؟ يقول لك جيب ساب وجيب اني تريد سيد تطلع لك هذه الحلاوه. حلو طيب ممتاز ممتاز. خلينا نخرج. مين هذا؟ مارك، اسمه مارك، هذا اول مره اشوفه. يقول جود مورنينج، قال انا هنا عشان اديك بعض المعلومات. يقول لك المنجم اللي في النورث ويست، في النورث ويست فتح المنجم، لازم اروح المنجم. يا سلام تمام. يقول لي روح في واحده اسمها كيرا، كلمها هناك في المنجم، انا ابغى المنجم. ممتاز تعرفنا عليه 29، واظن نقابل كيرا ونتعرف عليها. بس خلينا اول شيء نشوف نزرع
ايوه طلع الفجل، طلع يا سلام، غلقنا مهمة كمان حق الفجل. خذ جنبي على الفجل، رهيب. دحين حمض جيب فلوس، فلوس، بيع بيع يا خواجة بيع. يلا يلا يلا، خذ جمع جمع. الورد هذه طلعت ولا يتهيالي؟ ما طلعت ولا لا؟ ما طلعت، ما نعرف والله. كان المفروض اشوف والله، هذا تدينا تدينا طاقة وهيلث، طاقة وهيلث، لكن ايش انا دحين خليني بس ابغى اسقي، اسقي هذولا. شوفوا كيف الوردة في البطاطس، البطاطس قامت تطلع. يلا كمل سقا، كمل سقا. تمام غلقنا السقي. نبغى نروح نفضين الدنيا هذه، ابيعها ولا اخليها؟ والله شكلي احتاج، لا اقول لك خليها معايا. خليني الحين اروح اشوف المنجم، شوف المنجم. قال لي اطلع من هنا، قال لي اطلع في النورث ويست. ها هنا شوف كيرا موجوده هنا. ايش هذا سترانجر؟ ما انت عارف. يلا خلينا اطلع فوق هذه. اوه شوف البقره كيف شكلها. يا بقره. الوحيده اللي تقول لها بقره وما تزعل لانها بقره. طيب هنا الرانش، هنا الكفر. ايوه ايوه قال لي عندك هذا. مين هذا؟ هذا كلمته ولا لا؟ يا ابو شباب كيني هذا جديد. يلا غلقنا مهمه، غلقنا. يا سلام يا سلام، ايش ايش المهمات؟ خلينا اغلق هذه، غلقناها ناخذ الريورد حقتها 100. يا سلام. وهذه ميكينج فريند، لازم اديهم جيفت. طيب لازم ادي 5 جيفت. حلو حلو. وهذه المهمة ما غلقناها لسه، باقي لي مهمتين. واحدة اني ادي 5 هدايا للقرويين، والثانية اني اسوي خيال مآتة عشان الطيور ما تاكل، الغربان لا تاكل اكلي. اوف اوف، تعال صيدك صيدك، مرة صعب الصيد. شردت شردت. يلا فين المنجم؟ انا شايف هنا طريق الى المنجم، ممتاز. اوه شوفوه هنا، شوفوا شكله هنا. يلا بسم الله دخلنا. واو ايش المكان العجيب هذا، ايش المكان هنا. 1 2 3 4 بيبان، وتلاحظوا في الارضيه في 4 رسومات. ايش بيطيح؟ في شيء بيتكسر. السقف حتح علينا. اوف مين هذا؟ في احد جاء؟ في احد يتكلم؟ في احد يتكلم؟ هذه اظن اللي قال لي عليها انك حتقابلها، اسمها كيرا. ايش بك زعلانه كذا يا شيخ؟ هو حطها هنا خنجره وكل شيء. طيب قالت لي هذا المكان الوحيد المفتوح، البقيه مقفل، بس ماني عارف ليه في علامه هنا. شايفين العلامه هذه؟ ماني عارف بصراحه. شوف حتى في الارض موجوده العلامه دي. اظن ان احنا نغلق كل سرداب، نغلقه وتولع العلامه يمكن، والله ما ادري. نشوف يلا ايش بتعطيني. سيف تقول فيه وحوش. اوه بدينا الشغل الثقيل. يلا يلا خلاص بروح المنجم، لا تكثري هرش. يلا امشي انت. مي 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 مي. ما انا عارف كيف تمشي. طيب وجاتني مهمه اني اوصل ايش، اوصل الليفل 5 في الايرث شافت، اظن هذا اسمه ايرث شافت، ولازم نشغل الاليفيتور اظن في ليفل 5. نروح نشوف يلا. شوف نحن ليفل 1. اها حلو حلو، هذا ليفل 1. اوه جينا للشغل الثقيل، هنا المعادن، نجمع معادن. يا سلام كسر هذا، يتكسر بسرعه شكله. وهذا يتكسر. ايش هذا؟ كله برضو حجار، 3 حجار هنا. وهذا ايش؟ هذا حجار، كله حجار يعني. ما في معادن ثانيه هنا؟ ما فرقت اظن يعني. مثلا هذا اضربه يطلع لي واحده حجره، هذا البني اضربه كم يطلع لي؟ ما طلع لي شيء، ما انا عارف صراحة. طيب كيف اجيب معادن ثانية؟ نحاس، حديد، كيف؟ ما انت داري. كسر بس كسر ونشوف نحن. وكيف نروح المنجم اللي تحته؟ لانه يقول لازم تروح. هذا فحم، يا سلام اخذنا فحم، اكيد حنحتاج الفحم بعدين. دحين ننظف كل منطقة هذه. المشكلة شوف الانرجي عندي طيب اني عندي فجل، حاكل الفجل لو طاحت الانرجي وغلقت. ممتاز حلو، يا سلام. كسر كسر. اللعبة ممتعة بصراحة، أنا حاسس إنها يعني كذا مبسوط، قاعد ألعب وأنا مبسوط، حتى التكسير والمايننج. أوف فتحت فتحة. ها دحين نروح ليفل 2. هذا ليفل 2 نزلنا. شوف هنا مكتوب ايرث 2 والدنيا مظلمة ليه كذا؟ هذا إيش هذا؟ هذا نحاس، هذا نحاس. طب إيش هو؟ يا سلام نحاس، زي ما قلت لكم باين من شكله أصلا. يا سلام قمنا إيش؟ كل ما ننزل تحت اظن حصل اشياء احسن وافضل، فعشان كذا لازم ادور على تحت. اصلا المهمه تقول لي انزل ليفل 5، اذا نزلنا ليفل 5 هناك لازم نشغل المصعد. اظن هو المصعد ما يشتغل الا كل 5 ليفلات. طيب ما في هنا حديد، والله ما في. الحين لازم نكسر هذه كلها عشان ندور على المخرج اللي تحت، والله مشوار.
هي عشوائية ولا هي واحدة من الحجارة هذه تحت المدخل اللي تحت. يلا نقعد ندور بحين. أوف إيه شايف هنا تورش. أضغط عليه. ما عندي، لو كان عندي. أوف فتحت فتحة. يلا انزل 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 هنا انزل. ممتاز هذا الثالث. شوف هنا في نار مولع الدنيا. أوه هناك في وحش. لحظة لحظة لحظة. لازم نضرب الوحش هذا. والله أوف يضرب. إيش أح أح. يلا موت موت. والله سلايم غبي ذبحناه. طيب يوه ما في ما في نحاس ما في نحاس. هذا هذا اظن ايه فحم اسود. اوف حصلنا شيء اسمه ايرث. يقول لك هذه توديها للبلاك سميث عشان يفتحها ويكسرها ويشوف ايش فيها مفكافه. حلو حلو ممتاز تعجبنا الاشياء هذه. طيب دحين نقعد نكسر في الدنيا ذي كلها والانرجي حقتي غلقت وانا ما وصلت لليفل 5 اخيرا. شوف فينا عندي انزل انزل الرابع. الاستمنة عندي تعبانه وانا الفجل غلقته. والله كان المفروض ابيع الفجل مو اني اقعد ولا اطبخه على الاقل لانه يديني قليل احسه ما يديني كثير. طيب هذا لازم نقعد ندور. واخيرا اخيرا انفتحت المرحله الخامسه. يا سلام يا شوف انفتح. غلقنا مهمه غلقنا مهمه. في مكافاه ولا ما في مكافاه؟ الا فيه والله ادوني 100. يا سلام خلاص اظن كذا كفايه. خلينا نطلع نطلع. شوف وكل خمسة ينفتح. يعني أنا في الخامس أقدر أرجع الأول وأقدر الانترس. فهو كل خمسة أظن ينفتح مكان. يلا نرجع. شوف الفراشة هذه بسيطة بسيطة الفراشة. يا سلام أخيرا صدت أخيرا. أوه شوف 127. حلو حلو رجعنا أخيرا للمزرعة حقتنا. خلينا نحط الأشياء اللي نبيع بيع كل شيء. هذه والله لا لازم نروح عند البلاك سميث. قال البرونز أظن نحتاجه. فخلينا نحط هذه حطها كذا كبرها وحط الفجل بكبره. اشوف والله الفيجي كان باع 30. كان المفروض اني ما اخذه واقعد اكل فيه في المنجم. تمام والليل قام يجي الليل. اوه اقول لك خلينا شويه نكسر في الخشب عشان المزرعه هذه لازم ننظفها. فقبل ما ننام خلينا نكسر في الخشب. جانا الليل جانا الليل معليش سامحوني. يلا خلاص بس اكسر هذا واطلع انام. لازم الدنيا ننظفها لازم نصحر نصحر. شايفين الليل كيف جاء؟ والله حلو لما جاء. طيب يلا خشينا خشينا ونمنا. اوه طلعنا في الفارمنج ليفل واخذنا 1 سكيل بوينت. انا نسيت احط سكيل بوينت في وتعلمنا في اوه ونقدر نسوي ذحين ايش خيال المآتة. وتعلمنا كمان في المايننج طلعنا ليفل وتعلمنا اكسبلوسيف. وفلوس 421 اقدر اشتري الشنطه ذحين. يا سلام في اشياء كثيره بسويها بصراحه. يلا والله هذه اشياء كثيره ابغى نسويها اليوم. يلا بسم الله. اوه من هذا هذا الحداد جاء عندي ايش يبغى؟ طيب اداني مهمة وقال لي اني اصهر. هذا شوف اداني الصهارة. والله كثير اشياء بسويها قدرت عليها. فابغى اسوي الصهارة بس قبل ما اسوي. اوه شوفوا كيف الوردة طلعت رهيبة. هارفست يا حبيبي هارفست. خليني اول شيء والله في اشياء كثيرة بسويها. هذاك قال لي سوي خيال المآتة سوي الصهارة وبعدين حول واحد. اوه يبغى لنا 20 برونز 20 برونز. حلو وسوي واحد برونز واجيل ودي له المهمة. طب خلينا اسوي خيال المآتة. يبغى لي خشب وعشرة تراش. يبغى لنا زبالة ندور الزبالة. عندي هنا زبالة بالهبل. فين 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 هنا دور دور قطع كسر الزبالات. وخلينا نسوي المطلوب. اوف 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 ايش هذا الزبالة. هنا زبالة بالهبل بالهبل. بس لازم نكسر الخشب هذا. حلو ممتاز. يا سلام كسر كسر الزبالات وجمعها من اولها لاخرها. فين وهنا؟ انفنتوري فل. اه الحلاوه هذه كيف اسويها؟ واحد ساب وثلاثه. خلينا نرمي هذه ونسوي خيال المآتة ونحطه هنا ونقول اوه شوف هذا كذا. يعني مثلا نحطه كذا خلاص الطيور ليه ما الطيور حوالين هذه المنطقه ما تجي. شوف بس حطه. يا سلام يوريك المكان حق الطيور. طيب خليني اسوي ذحين هذه الصحاره. يبغى يبغى لي 20 برونز اور 20 برونز اور و40 ستون. طيب اظن كذا كفينا اعزائي المتابعين. قولوا لي عجبتكم اللعبه ما عجبتكم. انا ترى اللعبه مره عجبتني مره استانست عليها. فحكمل فيها حلقات وانتظر ارائكم. وخاصه عندي اصحابي الدائمين محمد مانو اي ام قولوا لي ايش رايكم. توست جيمنج قولوا لي ايش رايكم. طيف لا انساك طيف. والله كلكم ما ابغى اقول احد وانسى احد. قولوا لي ايش رايكم في اللعبه ونلقاكم في الحلقه القادمه وفي امان الله.